قصة النهاردة يا حلوين حصلت في غابة جميلة كان عايش فيها راجل حطب. عارفين يعني ايه حطب؟ ده الراجل اللي بيروح الغابة يلم منها الخشب من الشجر علشان يبيعه للناس يستخدموه في الدفايات في الشتاء او يولعوا بيه الفرن. الراجل ده كان عنده بنوتة اسمها ريم وولد اسمه حسن، كانوا بيحبوا يروحوا مع باباهم وهو بيجمع الحطب ويلعبوا جنبه ويقضوا وقت جميل، وممكن كمان يساعدوا باباهم. كان باباهم بيحب يتفرج عليهم قوي وهم بيلعبوا مع بعض، وقد ايه هم اخوات حلوين ومش بيتخانقوا مع بعض خالص. اليوم ده بقى خرجوا زي العادة مع باباهم يجروا ويلعبوا، بس اللي حصل ان المرة دي هم بعدوا من غير ما يحسوا، جريوا بسرعة جوه الغابة وهم مش واخدين بالهم، بعدوا وبعدوا وبعدوا عن مكان باباهم وهم ايه بيلعبوا والوقت بيجري ولا حاسين. وفجأة وقفت ريم وبصت حواليها لما لقت الشمس بدأ نورها يخف شوية. يا حسن استنى، احنا روحنا فين؟ فين بابا؟ بص حسن حواليه بخوف وقال لها يا خبر، احنا شكلنا تهنا، ازاي ما خدناش بالنا اننا بعدنا كده؟ بصت حواليها ريم وهي قلقانة وقالت له طب بص احنا نرجع من نفس السكة اللي جينا منها. وبسرعة لفوا وقعدوا يرجعوا في نفس الطريق اللي هم فاكرين ان هم مشوا وهم جايين فيه، وكانوا ماشيين بسرعة جدا لان الدنيا بدأت تظلم. لكن للأسف الغابة كلها شبه بعضها وما بقوش عارفين اصلا هم رايحين فين وتاهوا اكتر واكتر. باباهم يا عيني كان هيموت من القلق وعمال يعيط ويدور عليهم في كل حتة، بس للأسف من غير اي نتيجة لانهم في اللحظة دي كانوا بعيد جدا عنه، وكمان الغابة بقت ضلمة خالص. نرجع بقى عند حسن وريم، كانوا طبعا بيعيطوا جدا وبيدوروا في كل حتة وتعبوا وجاعوا، وفجأة لقوا كوخ منور في نص الغابة، جريوا بسرعة ناحيته. بس لما قربوا المفاجأة كانت ايه؟ ان البيت ده كله مبني من الحلويات والشوكولا والبسكوت، وهم كانوا هيموتوا من الجوع. ريم قالت له يا حسن يا حسن انا جعانة وسقعانة، خبط على الباب ده بسرعة عشان نستأذن اننا ناكل من الحاجات دي. فقعد حسن يخبط على الباب وفجأة فتحت ست عجوزة الباب، بصت لهم كده شوية وفجأة رسمت على وشها ضحكة بسرعة. ريم قالت لها هو احنا ممكن ناكل من الحاجات الحلوة دي يا طنط؟ فضحكت لهم اكتر وقالت لهم اه طبعا طبعا يا حلوين، خدوا اللي انتوا عايزينه كله. اخدوا بسرعة من الاكل وقعدوا ياكلوا 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 ياكلوا، لكن فجأة حسوا انهم بيدوخوا وقعوا في الارض واغمى عليهم. يا خبر ايه اللي حصل لهم ده؟ عارفين بقى ايه اللي حصل؟ اصل الست العجوزة دي طلعت اصلا شريرة وحرامية وحطت في الاكل كله مخدر عشان تعمل فخ لأي طفل ياكل منه ينام، وتقدر تخطفه تدخله جوه البيت عندها وتخليه مسجون ويشتغل ويخدمها وخلاص ما يرجعش عند مامته وبابا تاني. وعملت كده فعلا مع حسن وريم. الصبح حسن لما صحي من النوم لقى نفسه محبوس جوه قفص، بص بره القفص كده لقى ريم بتعيط وشكلها تعبان خالص وعمالة تنظف في البيت، والست العجوزة واقفة وماسكة عصاية عشان لما ريم تتعب وتوقف تضربها جامد، وريم بتعيط يا عيني. حسن قاعد يصرخ وقولها انتي مين وليه بتعملي كده فينا؟ سيبينا نمشي. ضحكت بضحكة شريرة انا بخطف الاطفال الاغبياء الصغيرين اللي زيكم وشغلهم عندي، مش ممكن ابدا هترجعوا بيتكم تاني. بالليل دخلت ريم القفص مع حسن وقفلت عليهم الست العجوزة القفص، وكانت ريم تعبانة قوي يا عيني من الضرب والشغل، قعدت تعيط وتقوله يا حسن انا تعبت يا حسن، هي ليه بتعمل فينا كده؟ دي كانت بتضحك لنا وكان شكلها طيب وديتنا حاجات حلوة. حسن بصلها كده شوية وبعدين قال على فكرة احنا غلطنا غلطة كبيرة جدا،
ما كانش لازم ناخد منها اي حاجة. فاكرة بابا كان دايما يقول لنا ايه؟ اياكوا تاخدوا حاجة من حد ما تعرفوهوش. طب احنا كنا جعانين يا حسن. حتى لو كنا جعانين يا ريم، ادينا وقعنا في مشكلة كبيرة جدا. اكيد كانت حطلنا منوم فيه عشان تخطفنا. لازم نفكر في خطة ازاي نهرب من هنا. لكن عدى كذا يوم، وكل ما يحاولوا يهربوا تمسكهم وتعذبهم، لحد ما جاء يوم وهم قاعدين في القفص تعبانين، سمعوا برا الكوخ اصوات كتير وناس رايحة وناس جاية وناس بتتكلم. قعد حسن يركز مع الصوت، سمع كلمة بوليس وظابط، فقال لها بسرعة بسرعة يا ريم، صرخي صرخي بصوت عالي جدا. وقعد يصوت ويصرخ هو وريم بصوت عالي جدا، الحقونا انقذونا يا بابا احنا هنا. اتاري باباهم كان بيدور عليهم مع البوليس في كل حتة، ووصلوا للحتة اللي حوالين الكوخ. ولما سمعهم الظابط كسر الباب برجله ودخل. حاولت الست العجوزة ساعتها بسرعة تهرب، لكن حسن مد ايده برا القفص وشدها من هدومها، وقدر البوليس يقبض عليها. دخل باباهم وقعد يعيط من فرحته ويحضنه ويقول الحمد لله يا رب الحمد لله. وبكده نكون ارتحنا من الست العجوزة الوحشة اللي بتخطف الأطفال. تعالوا بقى نشوف استفدنا ايه. طبعا مش محتاجة اقول الغلطة الاولانية اللي عملها ريم وحسن، ان هم اصلا بعدوا عن باباهم. لما اكون في حتة مع بابا وماما لازم افضل جنبهم ومركز معاهم، وما بعدش عنهم ابدا ابدا. حتى لو عايز اشوف حاجة جنبهم او اعمل اي حاجة لازم استأذنهم الاول، ما بعدش من غير ما اقول لهم عشان ممكن هم ما ياخدوش بالهم مني. تاني حاجة بقى، اوعى تتكلم مع حد ما تعرفهوش، ولا تاخد اكل او شرب من حد ما تعرفهوش، حتى لو انت حاسس ان شكله طيب، برضو ممكن يكون من جواه شرير واحنا ما نعرفش. لو حد ادالك اي حاجة اعتذر بأدب وقول ماما قالت لي ما خدش حاجة من حد. وكمان ما تقفش تتكلم معاه لوحدك ابدا. تالت حاجة بقى، لو تهنا في حتة ما نعرفهاش نتصرف ازاي؟ اول حاجة لازم نهدى خالص عشان نعرف نفكر ونتصرف ازاي. برضو ما تتكلمش مع حد ما تعرفوش ولا تطلب مساعدة منه. دور على ضابط بوليس او عسكري، او لو انت في النادي هتلاقي فيه سيكوريتي، واطلب منه انه يساعدك انك تلاقي اهلك. ومهم جدا اننا نحفظ رقم التليفون بتاع ماما وبابا وعنوان البيت، حتى لو مش هنعرف نوصل له لوحدنا ساعتها احنا هنسهل على البوليس انه يساعدنا. يا رب تكون قصة النهاردة عجبتكم. اشوفكم في قصة جديدة. باي باي.